السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على تبييض الأسنان وبالأخص الـ In-Office Bleaching اللي هو تبييض الأسنان داخل العيادة. بس قبل لا نبدي خلينا نشوف كيفية تكون التصبغات على الأسنان. تسمى الطبقة الخارجية من السن في منطقة التاج بطبقة المينا. طبقة المينا هي طبقة صلبة وشبه شفافة. هذه الشفافية تعكس لون الطبقة اللي تحتها اللي هي الدنتين أو ما يسمى بالعاج اللي لونها مائل للأصفر. هذا اللي يخلي لون السن أصفر لما تكون بجانب اللثة، لأن المكان هذا المينا تكون فيه رقيقة وطبقة العاج تكون سميكة فتبان السن صفرة، أو العكس عند حافة السن لما تكون طبقة العاج غير موجودة فتبين السن بيضاء مائلة للأزرق لأن هذا اللون الطبيعي لطبقة المينا. بالإضافة أن هذه الشفافية في المينا هي اللي تخلي السن مع تقدمنا بالعمر يميل لونها للأصفر، لأن طبقة المينا مع الوقت راح تقل بسبب الأكل أو الاحتكاك، على عكس طبقة العاج اللي مع الوقت راح تزيد سماكة حتى تحمي السن من الداخل وتؤدي بدورها إلى زيادة اصفرار السن. طبقة المينا تحتوي على مسامات صغيرة، وعند تناولنا لأي مأكولات أو مشروبات وخاصة الحمضية منها، الأحماض راح تفتح المسامات الموجودة في طبقة المينا وراح تسمح لأي أصباغ موجودة في الفم أنها تدخل داخل طبقة المينا وراح تترسب داخلها، وبهذا الشكل راح تتكون تصبغات على الأسنان وتسبب في اصفرارها. وفي هذه الأثناء يأتي دور اللعاب اللي مهمته أنه يعادل الحامضية اللي صارت بفعل الأكل ويساعد في إغلاق المسامات اللي فتحتها الأحماض، بالإضافة إلى أنه يحتوي على معادن تساعد في تقوية طبقة المينا. بعد ما عرفنا عملية اصفرار الأسنان راح نعرف الآن كيف تتم عملية التبييض. في التبييض داخل العيادة نستعمل مادة اسمها الهيدروجين بيروكسيد. المادة هذه تحتوي على شيء اسمه فري راديكال اللي هو الجذور الحرة. من المعروف أن الجذور الحرة هي المسؤولة عن عملية الأكسدة في حال كانت في الجسم أو في الخارج. تدخل الجذور الحرة من المسامات الموجودة في طبقة المينا مثل ما دخلت التصبغات. بعد ما تدخل الجذور الحرة إلى داخل السن راح تغير من تركيبة التصبغات، بالتالي راح تبيض السن. المواد المستعملة مثل ما ذكرنا هي الهيدروجين بيروكسيد ويكون بالعادة بتركيز 35%، أو الكربامايد بيروكسيد اللي يستعمل بطريقة مشابهة للهيدروجين بيروكسيد لكن بتركيز مختلف. ميزة الكربامايد بيروكسيد هو أنه يشتغل لفترة أطول من الهيدروجين بيروكسيد، بالإضافة إلى أنه يمكن حفظه بسهولة. لهذا السبب نستعمل الكربامايد بيروكسيد في التبييض المنزلي لأنه يشتغل وقت أكثر وطريقة تخزينه سهلة. في العادة نستعمل الضوء الأزرق أو الليزر أو الحرارة مع الهيدروجين بيروكسيد لتسريع النتائج أو تخفيف الحساسية، لكن وفقا لدراسات مكثفة أثبت أن استعمال الضوء أو الليزر ليس لديه أي فائدة تذكر، وهذا طبقا لتوصيات الأكاديمية الأمريكية لتجميل الأسنان. بعد ما عرفنا طريقة عمل التبييض نجي لسؤال مهم جدا، هل كل الأشخاص ينفع معهم التبييض؟ الإجابة أن كثير من العوامل تحدد فعالية التبييض، مثل كمية التصبغات، نوعية طبقة المينا، عادات الأكل والشرب، وجود أمراض جانبية تسبب تلون في الأسنان، وغيرها من العوامل. يعني كل شخص يختلف عن الآخر، والطبيب هو الذي يحدد الفعالية حسب حالتك. نجي للسايد إفكتس أو الأعراض الجانبية. حساسية الأسنان هي أشهر عرض يحصل بعد التبييض. الحساسية في معظم الأحيان تختفي بعد أيام، وخاصة عند اتباع إرشادات ما بعد التبييض، وتختلف المدة من شخص إلى آخر حسب مدة الجلسات وعددها، طبيعة طبقة المينا أو مكونات اللعاب، بالإضافة إلى حروق في اللثة أو اللسان، ويختفي بعد أيام في حال كانت الكمية قليلة. إلى اليوم لا توجد دراسة موثوقة تثبت أن التبييض
يسبب في مشاكل طويلة الأمد على الأسنان مثل تآكل الأسنان أو غيرها. أغلب الدراسات توصي باستعمال النسب المحددة وعدم تجاوزها، بالإضافة إلى استعمال إرشادات السلامة العامة للحصول على أفضل نتيجة. الملخص: تبييض الأسنان داخل العيادة هو إجراء يقوم به الطبيب لتبييض الأسنان وإزالة التصبغات، ويميز عن الطرق الأخرى أن المفعول سريع، يعني تقدر تشوفه وانت طالع من العيادة. استجابة الأسنان للتبييض تختلف من شخص لآخر، وتتحكم بها عوامل كثيرة. في العادة تكون الاستجابة جيدة للتصبغات الخارجية اللي هي extrinsic stains مثل تصبغات الطعام والشاي وغيرها، على عكس التصبغات الداخلية اللي هي intrinsic stains مثل تصبغات التتراسايكلين والفلوروسز اللي هي بقع الفلورايد أو الأمراض اللي تتلون السن واللي تكون فيها الاستجابة أقل. لكن أهم نصيحة، وهي ما تخص التبييض فقط، تخص أي قرار في حياتنا، هو أن لازم الفائدة تغلب المضار، يعني نحسب ليش راح نتخذ القرار وشن راح نستفاد منه وشن الأضرار المتوقعة. في حال كانت الفائدة موجودة والمضار مؤقتة ومحتملة، راح يكون بعدها القرار سهل. هذا كان درسنا لليوم. لو استفدت لا تنسى الاشتراك بالقناة، وإلى حين نلتقي دمتم بخير جميعاً.